أقيمت تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين المباراة النهائية للنسخة الثالثة من بطولة كأس صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين لكرة القدم للموسم 2023-2024. وقد أناب صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم لحضور المباراة النهائية والتي جمعت بين فريقي الحرس الملكي وفريق المدفعية الملكية، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 56 على تأسيس قوة دفاع البحرين، حيث انتهت بفوز فريق الحرس الملكي على فريق المدفعية الملكية بنتيجة 5-2، وبذلك نجح فريق الحرس الملكي في الاحتفاظ بلقب بطولة كأس المشير للمرة الثالثة على التوالي. وخلال الاستراحة بين الشوطين وصلت كأس البطولة محمولة من قبل الخيال الذين طافوا بالكأس على مضمار ملعب استاد خليفة الرياضية قبل أن يستقر في منتصف أرضية الاستاد وسط أجواء احتفالية بالألعاب النارية. كما رفع الفريقان لافتة استذكارية لشهداء الأبرار في لفتة جميلة ومعبرة من قبل طرفي هذا النهائي، يستذكران من خلالها تضحيات ومآثر شهداء الوطن في دفاعهم ونصرتهم عن الحق والدين خلال مشاركة في تأدية الواجب المقدس. وفي ختام المباراة تفضل سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بتتويج فريق الحرس الملكي وتقليدهم بالميدالية الذهبية وتسليم اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي كأس البطولة، فيما سلم فريق المدفعية الملكية ميدالية المركز الثاني. بهذه المناسبة نقل سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم تحياتي وتهاني ومباركة صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لفريق الحرس الملكي وهنأهم بمناسبة فوزهم بلقب هذه البطولة، متمنيا سعادته لبقية الفرق حظا أوفر في المشاركات القادمة، شاكرا سعادته الاتحاد الرياضي العسكري على الجهود المميزة في تنظيم هذه البطولة، هذا وقد أدار اللقاء طاقم دولي من قرغستان، كما شهدت المباراة تقنية الفار التي أسهمت في رفع المستوى التحكيمي للمباراة، وشهدت المباراة الختامية حضورا جماهيريا غفيرا من مشجعي الفريق ومن المواطنين ومحبي كرة القدم.